أثارت عملية تنظيف برج خليفة بمبنى دبي، والذي يعد أطول برج في العالم بارتفاع 828 متر، أثارت الكثير من التساؤلات حول كيفية القيام بعملية التنظيف والمخاطر التي يواجهها من يقوم بذلك. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي نتابع. ناطحة سحاب تقع في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويعد أعلى بناء شيده الإنسان وأطول برج في العالم بارتفاع 828 مترا. تم بناؤه في 21 من سبتمبر عام 2004، وتم الانتهاء من الهيكلة الخارجية له في 1 من أكتوبر عام 2009، وتم افتتاحه رسميا في 4 من يناير عام 2010، ليصبح البناء الأعلى في العالم بدلا من برج تايبيا 101 في تايوان. أعلى نقطة في العالم بناها البشر لابد أن تقترن بالأسامي الكبيرة، وأنا أعلن عن افتتاح برج خليفة بن زايد، وذلك كتكريم له على جهوده وعلى دعمه اللامحدود لدبي وغيرها من الإمارات الأخرى في البلاد. أثار العديد من التساؤلات حول عملية تنظيفه، خاصة وأنه البرج الأطول في العالم، والذي يتألف من 24 ألف لوح زجاجي منفصل. عملية تنظيف تستغرق 3 أشهر وتكون غير مناسبة لأصحاب القلوب الضعيفة، كما تستلزم مجموعة من إجراءات السلامة قبل البدء في العمل، مثل التحقق من المعدات والحبال والأدوات التي يستخدمونها للتعلق وتنظيف المبنى. وعلى الرغم من ثقتهم في جودتها، إلا أنهم يتحققون منها أكثر من مرة ثم يقيسون سرعة الرياح، لأن عاصفة صغيرة قد تكون خطرة على حياتهم بالأعلى. إسراء سعد، الحياة الآن.